Nebus emas di para wema. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'an wa'il azim alladzi hum fihi mu'tarifun. Kalla sa'lamun thumma kalla sa'lamun alam naj'al lahu mihada wal jibala awtada wa halaknahum azwaja وَهَلَكْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا فَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفع في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسريت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وعساقا جزاهم وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا كذابا لكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاكا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء من حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملك منه ترابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذنه الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. أكوتي أكوتي.